السلام عليكم أعزائي الطلاب والطالبات. اليوم بنلبس مع بعض في الصف الأول الثانوي منهج المصري الكميات أو درس المتجهات. وأول حاجة عندنا النهاردة هندرس في المتجهات هي الكميات الكمية القياسية والكميات المتجهة. الكميات القياسية يعني إيه كلمة قياسية؟ قياسية يعني لها مقدار فقط لا غير، يعني مقدار هو قيمة هذه الكمية، وعد حقيقي ويعتبر مقدار هذه الكمية. أما الكميات المتجهة لابد يكون عندي مقدار واتجاه، يعني أنا ما أقدرش أحددها إلا إذا عرفت مقدارها كام واتجاهها إيه. يعني بالتالي أنا عندي الفرق بين الكمية القياسية هي أقدر أقيسها بس، زي إيه؟ زي المسافة. أقول مثلا والله المسافة 100 كيلومتر ما بين القاهرة والإسماعيلية. الزمن، أقول الزمن إحنا استغرقنا زمن نصف ساعة في مشي كذا. الكتلة والحجم ودرجة الحرارة، كل دي كميات قياسية ما تعتمدش على الاتجاه. أما الكميات المتجهة فهي قوة. يعني إيه قوة؟ يعني مثلا هاجي أقول لك أنا أثرت على جسم بقوة معينة، أو أنت مثلا دفعت السيارة بقوة معينة. طب دفعت السيارة في أي اتجاه؟ يا ترى في هذا الاتجاه ولا في الاتجاه ده ولا في أي اتجاه بالظبط؟ يبقى لابد إن أنا القوة لازم لها تحديد اتجاه. السرعة، ليه السرعة متجهة؟ لأن السرعة حضرتك دلوقتي لما أجي أمشي بقول أنا يا ترى ماشي ماشي يمين ولا ماشي يسار ولا ماشي فوق ولا ماشي تحت؟ يعني متجه إلى فين بالظبط؟ لابد في اتجاه. والإزاحة نفسها، إيه الفرق بين الإزاحة والسرعة والمسافة؟ هنشوف دلوقتي. الإزاحة يعني حضرتك انتقلت من نقطة إلى نقطة أخرى. طيب لازم أحدد الاتجاه، هروح فين؟ هو هنا ولا هنا ولا هنا؟ وكذلك الإيه؟ العجلة أو التسارع. التسارع نفس الكلام يا أولاد، لابد من اتجاه نحدده. يبقى الكمية القياسية هي كمية تتعين بعدد حقيقي هو مقدار الكمية. أما المتجهة هو كمية تتعين بمقدار واتجاه. شوف مع بعض يعني ايه اتجاه. الاتجاه هو كل شعاع في المستوى بيعين اتجاه معين. يعني مثلا عندي مستوى احداثي كده زي ما انت شايف، المتجه او الاتجاه واو باء ده اسمه اتجاه. فين يا استاذ؟ قال لي شمال الشرق بزاويه 30. شمال الشرق بزاويه كام؟ 30. المتجه واو الف اقول له ده في اتجاه الشرق. المتجه واو جيم في اتجاه شمال الغرب بزاويه 50. الاتجاه واو هاء ده يا استاذ قال لي في اتجاه الشرق الجنوب بزاويه 45. طيب يبقى ده اي شعاع في المستوى بيعين متجه معين، لابد يكون ليه اتجاه معين بزاويه معينه في اتجاه شمال الشرق ولا شرق الشمال ولا ولا كده. طيب يعني ايه قطعه مستقيمه موجهه؟ احنا خدنا زمان في اعدادي يعني ايه قطعه مستقيمه. قطعه مستقيمه كنا زمان بنقول يا اولاد هي قطعه مجموعه النقاط الواصله مثلا من النقطه الف الى النقطه ب. فانت هتقول لها الف ب او ب الف مش هتفرق خلاص، وتسميها القطعه الف ب او تسميها قطعة ب الف، ما كانتش فارقه برضه، ده كلام القطعه المستقيمه العاديه. طب اما النهارده قطعه مستقيمه موجهه، يعني ايه موجهه؟ قال لي لازم يكون ليها اتجاه. قال لي لازم يكون ليها ثلاث حاجات، بدايه نهايه نقطه بدايه ونقطه نهايه واتجاه. شايف الاتجاه فين؟ فنسميها دي المتجه او القطعه المتجهه الف ب، قطعه مستقيمه متجهه الف ب. تتكتب كده يا استاذ، دي طريقه كتابتها. طب كتبناها الف ب ليه؟ لان البدايه دي البدايه ودي مين دي؟ قال دي النهايه. يبقى لابد يكون في بدايه ونهايه واتجاه من البدايه للنهايه. طب القطعه دي الثانيه دي اسمها ب الف، يعني من ب الى الف، يعني البدايه بقى والنهايه مين؟ النهايه الف. يبقى دي اسمها قطعه ب الف. طب يا ترى هل الاثنين بيساووا بعض؟ قال لي لا ما يساووش بعض. طب ليه يا عم ده نفس المقدار ممكن يعني؟ اللي هو ماشي بس الاتجاه مختلف. يبقى اذا طالما اتجاه اختلف يبقى اذا المتجهين او القطعتين المستقيمتين الموجهتين دول غير متساويتين. يعني ما اقدرش اقول القطعه
ألف ب تساوي القطعة المستقيمة المواجهة ب ألف. يبقى دي مهمة جدا. يبقى ألف يعني اتجاه، شعاع في مستوى لازم يكون ليه اتجاه، زاوية معينة في اتجاه معين، وقطعة مستقيمة مواجهة لازم يكون ليها بداية ونهاية واتجاه. طب هل يساوي بعض لو كانوا اتجاهين مختلفين؟ قال لي لا يا أستاذ، هنشوف مع بعض ازاي تتكافأ بعد كده. تعالى نشوف بعد كده الجزء التاني. الحاجة التانية اللي عندنا دلوقتي يا ولاد، معيار القطعة المستقيمة. أنا كان زمان يقول لي طول القطعة المستقيمة مثلا أ ب دي، يقول لي والله طولها 10 سنتي أو 5 سنتي، ده كان عادي، ده طول القطعة أ ب. المرة دي اللي سميناها معيار، طالما هي موجهة كده فسميناها إيه؟ معيار. وبتكتب معيار القطعة أ ب بهذا الشكل، والمعيار ده هو نفسه طول أ ب بس بيترمز له بهذا الرمز بقى المرة دي. شايف المنظر ده كده؟ يبقى المنظر ده اسمه معيار القطعة أ ب. خلاص. طب استاذ احنا من شويه كنا بنقول قطعه ا ب بوجهها لا تساوي قطعه ب ا. تمام. قال لي بس لو كان طولهم زي بعض، نقول معيار القطعه ا ب هي نفسها معيار القطعه ب ا، هي نفسها طول القطعه ا ب. ده شيء طبيعي لان المعيار ده طول فملوش دعوه بالاتجاه. اما القطعه نفسها كقطعه موجهه قلنا ما تساويش يا استاذ. طيب امتى تتكافئ قطعتين موجهتين مستقيمتين؟ التكافئ اذا حد حقق شرطين، الاولاني ان يكون له نفس الاتجاه، الثاني ان يكون له نفس المعيار. يعني انا عندي قطعه كده مثلا اسمها ا ب بهذا الشكل، قطعة تانية اسمها جيم دال كده، بقول انهم دول متكافئتين. انت قال لو كان الطول ده بيساوي الطول ده يعني لهم نفس المعيار. تاني حاجة لهم نفس الاتجاه، نفس يا ولاد الاتجاه، الاتجاه كده اسمها ا ب ودي جيم دال بهذا الشكل. يبقى في الحالة دي بنقول انهم متكافئتين، يعني بنقول انهم بيساووا بعض لانهم بيكافئوا بعض. تقدر تقول تكتب ان القطعة ا ب تساوي القطعة ب أ في هذا الشكل، تساوي جيم د. آسف. تعال نشوف مع بعض، تعال نشوف مع بعض أمثلة في كتاب معاصر كده يا ولاد. دي كلها تمارين في كتاب معاصر. الكمية القياسية يلزم تعريفها تماما. نقط أكمل طبعا، احنا خلال درسين هاخدنا من شوية. الكمية دي قياسية، يبقى المعرفة إيه؟ قال لي مقدار، أنا مش عايز غير مقدار فقط، ما هي قياسية. أما الكمية المتجازمة يلزم تعريفها، يبقى متجه، يبقى لي مقدار ويا شباب اللي هو اتجاه. شيء طبيعي. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ان دي عايزه مقدار فقط والتاني عايزه مقدار وايه؟ واتجاه. القطعه المستقيمه الموجهه هي قطعه مستقيمه لها ايه؟ قلنا لها ثلاث حاجات، بدايه، ايوه، نهايه، نقطه بدايه ونقطه نهايه، ولها اتجاه. ولها يا اولاد اتجاه، دي التعريف. طيب تتكافأ قطعتان مستقيمتان موجهتان إذا كان لهما نفس المعيار. أيوه كده، المعيار نفسه. تاني حاجة يكون لهما نفس الاتجاه. نفس الإيه؟ الاتجاه. أسئلة طبعا سهلة وبسيطة على اللي إحنا قلناه. تعال نشوف بقى كده مع بعض السؤال ده. إذا كان قلبي جيم ده المتوازي أضلاع، ده متوازي اضلاع، ماله متوازي الاضلاع؟ بيقول لي ميم نقطة تلاقي القطرين. تعالى نرسم مع بعض متوازي اضلاع. ادي متوازي اضلاع، ميم نقطة تلاقي القطرين، ادي القطرين بتوعه. ألف ب جيم دال وادي ميم. بيقول لي كده أكمل بقى، القطعة جيم دال، قطعة مستقيمة مواجهة جيم دال تكافئ مين؟ فين جيم دال؟ جيم دال كده، يبقى اتجاهها كده يا أستاذ. يهمني جدا أعرف اتجاهها. جيم دال تكافئ مين يا أستاذ؟ قال لي تعرفي من خواص متوازي الأضلاع، كل الغير متقابلين متوازيين ومتساويين.
يبقى عشان تكافئ القطعة لازم تكون لها نفس الاتجاه، نفس الاتجاه يعني نفس الميل، يعني إذا ونفس المعيار، يبقى إذا تكافئ مين؟ تكافئ ألف ب، يبقى تكافئ القطعة ألف ب. طيب ميم دال، ميم دال يا شباب، ميم دال هذا الاتجاه تكافئ مين هنا يا شباب؟ ها يلا قول لي. طبعا مفيش حاجة بتوزيع هنا اللي، بس أنت عارف إن القطران نصف كل منهما الآخر، يعني إيه؟ ميم دال هي نفسها بميم، فأنت لو قلت هنا ميم دال هي نفسها بتكافئ ب ميم. لان يا اولاد من ضمن الحاجات المهمه جدا ملحوظه مهمه قوي، ممكن اي قطعتين متكافئتين يحملوا مستقيم واحد او مستقيمين متوازيين، يعني مستقيم واحد او مستقيمين ايه متوازيين، طب دول على استقامه واحده طالما ليهم نفس المعيار وهو نفس الاتجاه، اقول ب د ب م نفس الاتجاه اللي هو ب م كده وبنفس الطول، لان طبعا من خواص المتوازي القطران نصف كل منهما الاخر، يبقى بالتالي م د تكافئ القطعة ب ميم. طب ألف ميم تكافئ مين؟ أنت قول أنت يلا. ألف ميم أهي أكيد تكافئ ميم ده. تمام. في الشكل المقابل ده بيقول لي هنا ألف ب ج ده المتوازي أطلع، و ب ج واو أيضا متوازي أطلع تاني. لاحظ بقى طبعا قبل ما نشتغل كده، ما تيجي تركز، ده ألف دال من خواص التوازي إنه بيوازي ب ج، وب ج أصلا بيوازي في الموازي في المتوازي التاني أهي واو، يبقى التلاتة دول بيوازوا بعض، أدي حاجة خلاص. طبعا ما تنساش إن ألف ب بيوازي د ج، و أ ب يوازي واو ج، وطبعا كل ده متقابل متساوية. بيقول لي ألف دال تكافئ مين؟ فين ألف دال؟ أدي ألف دال أهي. تكافئ مين ألف دال؟ قال لي تكافئ ب ج، طبعا كل ده متقابل متساويا ومتوازيا نفس الاتجاه، وتكافئ ايضا مين؟ قال لي واو. يبقى اذا تكافئ ب ج و ايه واو. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي اذا تحرك جسم من النقطة ألف شرقا إلى النقطة ج، يعني مش كده تمام، ثم عاد، يعني هو مش كده من ألف إلى ج، وبعدين رجع غربا تاني إلى ب، فإن المسافة التي قطعها الجسم، هنا عايزين نقول الفرق ما بين الإزاحة والمسافة. أنت حضرتك طلعت من بيتك عايز تعبر الشارع وتوصل الجهة التانية، بس انت لقيت ان هنا في حفريات معرفتش تعدي، فانت اضطريت ان انت تاخد شارع تاني كده وبعدين تروح كده وبعدين جيت هنا. يبقى انت يعني رحت مثلا عند نقطة ب وبعدين ج عشان توصل لاخر لدال اللي هي في الشارع بتاعك. ايه المسافة اللي انت مشيتها عشان توصل من ألف إلى دال؟ قال لي مشيت هذه المسافة ألف ب زائد ب ج زائد ج د، يعني لو كان دي مثلا 5 ودي 4 ودي 3، يبقى 5 و4 و3 اجمعهم على بعض يطلع مثلا كام؟ 12. يبقى انا مشيت مسافه كليه 12 متر مثلا. انما في الاخر انت عملت ايه؟ قال لي انت في الاخر انتقلت من النقطه الف الى النقطه د، هي دي الازاحه النهائيه بتاعتك. كل اللي انا عملته ان انت انتقلت من هنا الى هنا. بس مشيت لها قد ايه؟ مشيت مسافه اللي هي الف ب زائد ب ج زائد ب زائد ج د. يبقى ده الفرق ما بين المسافة والإزاحة. يبقى أنا انتقلت من أ إلى د في اتجاه أ د كده، وده مهم جدا الاتجاه، الإزاحة قلنا عشان كده هي كلمة متجهة. أما المسافة مقدار، مشيت أ ب وبعدين ج د وبعدين إيه؟ سوري ب ج زائد ب ج د. يبقى دي مسافة كلية. أما الإزاحة أنت انتقلت من هنا إلى هنا شرقا. تعال نشوف مع بعض إيه القصة هنا. الراجل انتقل من أ شرقا شرقا إلى ج، يبقى مش كده كام؟ 6 و 9 15 تمام. ثم عاد غربا، رجع كده مش قد إيه؟ قال لي غربا كده إلى نقطة ب 6، يبقى زائد 6. فإن المسافة التي قطعها كام؟ أقول له 15 زائد 6 ب 21. أما الإزاحة الحادثة، هو راح عند ج وبعدين رجع عند ب، يبقى إذا في الآخر هو
أزيح هذه المنطقة. اللي هي ألف ب اللي هي كام؟ قال لي 9 في اتجاه مين؟ في اتجاه ألف ب. يبقى ده الاتجاه بتاعه مش كده؟ في اتجاه ألف ب مقدار 9. يبقى ده الفرق ما بين المسافة والإزاحة. شوف السؤال التالي بيقول لي هنا إذا تحرك جسم من نقطة ألف مسافة 48 كده مش 48 شرقا من ألف إلى باء ثم غير اتجاهه مسافة 20 شمالا مش كده شمالا 20 ثم توقف عند ج فإن المسافة التي قطعها المسافة التي قطعها طبعا هو كان هنا عند ألف راح عند ب وبعد عند ج يبقى 48 زائد 20 يبقى المسافة الكلية 8 وكام يا شباب؟ 8 وإيه؟ 68. الإزاحة الحادثة كام وفي أي اتجاه؟ هو انتقل في الآخر من ج من أ إلى ج في هذا الاتجاه. طب كام المسافة دي؟ قال لي يبقى اعملها بفيثاغورس يا شباب. أدي 20 وهي 48 نحسبها من فيثاغورس. طبعًا ده 20 48 لو انت بقى شاطر كده ممكن تقسم على 4 في 5 على 4 في 12 انت فاكر مثلث مهم جدا 5 12 13 بس انت كنت ضارب القسم بتاع كام على 4 يبقى اضرب هنا في 4 يبقى تطلع 4 في 13 يطلع 52 متر في اتجاه مين؟ اقول في اتجاه ا ج كده اتجاه شعاع ج أو بأي طريقة تانية من فيثاغورس تقدر تحسبها. وبكده عرفنا إيه الفرق ما بين المسافة والإزاحة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. اللي بعده هنا بيقول لي في شكل مقابل أ ب مستقيم أ ب بيوازي ج د أو د ج آسف. ده بيوازي ده. وكل منهما لا يوازي س ص. ما بيوازيش لا نقطة ه وقع على أ ب ونقطة و وقع على قطعة ج د واحد هنا مبين إذا كان الشعاعان في كل ما يأتي متحدين في الاتجاه أو متضادين في الاتجاه أو مختلفين في الاتجاه الشعاع له ديو أدي أ ب وده الله أ ب كده يبقى هذا الاتجاه وده الواو. طب شوف ده ألف كده وده الواو كده. طب مالهم دول يا استاذ؟ اقول له دول متضادين في الاتجاه. يبقى اول واحد متضادين في الاتجاه. تمام؟ ماشي. سهل جدا وبين. يعني حتى في اعدادي تاخدها. شعاع ألف ب وشعاع س ص. س ص كده. وده ألف ب. هو بيقول يا ترى المتجهين دول متحدين في الاتجاه؟ ولا متضادين في الاتجاه او مختلفي الاتجاه طبعا دول مختلفين الاتجاه تماما اصلا امتى يكونوا متحدين لو كان لو نفس الاتجاه متضادين لو كان في على مستقيمين متوازيين على مستقيم واحد وفي اتجاهين مختلفتين يعني كده ده كده اسمه ا ب واحد اسمه هنا مثلا ج د برضه في نفس الاتجاه كده دول كده يا استاذ دول نفس الاتجاه ممكن يكون على مستقيم واحد متضادين يعني ادي ا ب ادي شعاع والتاني اسمه ج د كده بهذا الشكل ماشي كده يبقى دول متضادين في الاتجاه يبقى الشعاعين متضادين في الاتجاه او متحدين في الاتجاه بيكونوا على مستقيمين يا اما متوازيين او مستقيم واحد اما المختلفين الاتجاه لا يجمعهم لا مستقيم متوازيين ولا مستقيم واحد طب ادي ا ب و س ص ما بيوازوش بعض يبقى دول مختلفين في الاتجاه. خالص. ده اتجاه وكده وده اتجاه وكده. ج د و ه ب. الشعاع ج د ادي ج د كده. دي د شباب. اهي. و ه ب. ج د كده. وايه ب في هذا الاتجاه مالهم دول قال لي متحدات الاتجاه او متحدين الاتجاه ما في نفس الاتجاه واضحه
عين صاد وعين سين. عين صاد كده وعين سين كده، مالهم دول يا استاذ؟ قال لي على نفس المستقيم بس كل واحد في اتجاه، يبقى نقول له مالهم متضادين الاتجاه. جيم واو جيم واو دي واو جيم واو كده وعين سين، طبعا ده على المستقيم لا يؤذي هذا المستقيم. على طول بقى شباب نقول كده هما مختلفين الاتجاه، وبكده يبقى السؤال ده خلص سهل جدا وواضح ما فيهوش اي كلام. بيقول لي بيجن ده واو سداسي منتظم اكمل بهاتي، طبعا خواص السداسي جميع اضلاع متساويه. الاقطاب يا شباب كلها متساويه وكل نص قطر منهم بيساوي نفس ضلع الايه؟ السداسي. يعني هتلاقي الزوايا كمان كلها ستينات، فانت هتلاقي الف واو بيوازي ايه ب بيوازي جيم دال، و واو بيوازي دال الف بيوازي ب جيم، و الف ب بيوازي ايه واو واو اسف جيم واحد دال. تعال نشوف بقى بيقول ايه. بيقول لي القطع المواجهه المستقيمه الف ب اللي هي دي تكافئ مين؟ تكافئ نقط وتكافئ نقط وتكافئ نقط، في ثلاثة بتكافئهم أستاذ مين هما؟ طبعا ألف ب هنا يا شباب بتوازي كل ده اللي هو واو جيم، يبقى بتوازي واو ميم وتوازي واو ميم جيم، وكمان بتساوي واو ميم بتساوي ميم جيم. احنا اتفقنا قلنا من خواص الثلاثي المنتظم أنصاف الأقطار دي كلها بتساوي الأضلاع، يعني كل دول بيساووا بعض، القطع كلها اللي قدامك دي بتساوي بعض الصغيرة، ودي كمان بتساويها، يبقى بالتالي أ ب قطعة مستقيمة أ ب تكافئ مين؟ قال تكافئ واو مين؟ قطعة واو مين؟ تكافئ ميم جيم، تكافئ أيضا ه دال، خلي بالك من الاتجاه مهم جدا، أنت قلت أ ب يبقى واو ميم ميم جيم ه دال، خلي بالك من الاتجاه. التانية ميم دال تكافئ مين؟ ميم دال فين ميم دال؟ هذه ميم دال هي دي ميم دال، يعني من ميم إلى دال أهو كده، وتكافئ ثلاثة أيضا. قال لي تكافئ ده وتكافئ ده، طب فين الثالثة؟ أيوه هي دي يا أستاذ، دي بتكافئهم هي كمان لأنها على نفس الاستقامة، يبقى تكافئ ممكن تديها أنت كده عارف ميم تكافئ واو هي تكافئ قطعة ب جيم، خلي بالك من الاتجاه. طب جيم دال تكافئ مين؟ جيم دال اهي شوف جيم دال من جيم إلى دال مهم جدا الاتجاه، احنا بقى خلاص بقى شلنا الأعداد دي بقى الاتجاه مهم جدا. جيم دال تكافئ مين؟ قال له تكافئ ب ميم ميم هي ألف واو قطعة ب ميم ميم ه والقطعة الأخيرة ألف واو. طبعا لو غلطت وفرقت أو عكست أي نقطة منهم قلت ميم هي تبقى هي ميم، يبقى طبعا غلط، لأن قلنا قطعتين لازم يكونوا كافوا بعض كلهم نفس الاتجاه في الشكل ده يا شباب معين. طبعا على طول يستحضر لذهنك خواص المعين، خواص المعين القطران متعامدان نصف من وآخر، الأضلاع متساوية ومتعامدان، اصلا احنا قلنا متعامدان القطران ونصف كل منهما الاخر. تمام، تعال نشوف بقى بيقول ايه. اكتب القطعه المستقيمه المواجهه التي تكافئ كل مما ياتي. ميم الف ميم الف ميم الف من ميم الى الف هتكافئ مين؟ اكيد طبعا لازم تكون في نفس الاتجاه او باتجاه يوازي وفي سواء في المقدار، يبقى مين؟ جيم ميم، بقول له جيم ميم. طب ميم دال ميم دال كده تكافئ مين؟ قال لي به ميم، مش محتاجة. طب ألف دال ألف دال يا شباب ألف دال هي دي
تكافئ مين بقى عليه؟ قال لي تكافئ ميم دال ألف دال يا سوري، بتكافئ مين؟ قال لي بتكافئ ده اللي انا بتسويه بتوازيه، اللي هي بيه جيم، بنقول انا بيه جيم. تمام. طيب القطعة بيه ألف، قطعة بيه ألف، ادي بيه ألف، بتكافئ مين؟ قال لي تكافئ جيم ده. ليه؟ كل ضعف متقابل متساويان متوازيان، او اضلاع كلها متساويه زي ما انتم عارفين، نقول هنا ج د. واضحه جدا، سهل التمرين. تمرين رقم 7، ا ب ج د متوازي اضلاع، و ه منتصف وهو منتصف، ه منتصف ا ب وهو منتصف ب ج. قبل ما نشتغل كده، لما دي تكون في منتصف ودي في منتصف وده متوازي اضلاع كبير، يبقى الشكل ده ايه؟ ايوه، متوازي اضلاع، ده شيء طبيعي. يعني د ل ب واو متوازي اضلاع. ليه متوازي اضلاع؟ باي سبب لازم؟ بص شوف، في كتير جدا. يعني انت عندك ايه د واو ب بيساوي بعض ازاي؟ طب لو طبقت مثلثين الف ه يساوي ج، زي الف بتساوي ج، والضلع ب ج بيساوي ضلع الف د، خلاص مثلثين متطابقين. او من غير ده كله خالص، انا عندي هنا ايه ب نص ا ب، وده الواو نص ب ج، ده الج، وهم ا ب وده ج بيساوي بعض، يبقى اذا نصين دول بيساوي بعض، وكمان متوازيين لان ده بيوازيهم. قطعتان متقابلتان متوازيتان ومتساويتان، يبقى الشكل متوازي يا الله. طب ايه المطلوب؟ بيقول لي اكتب جميع القطع المستقيمه الموجهه المتكافئه. مين بيكافئ مين؟ جميع القطع. تعال نبتدي بالكبير. القطع ألف ب ماشي، تكافئ مين؟ ألف ب تكافئ، أيوه ألف ب. طيب هل تكافئ حاجة تانية؟ لا. طب ألف د تكافئ مين؟ ألف د تكافئ، أيوه ب ج. طيب القطعة ألف ايه؟ تكافئ مين؟ ألف تكافئ مين؟ قال لي ايه؟ ب. أيوة نفس الاتجاه، نفس الايه؟ الطول. وتكافئ كمان دال واو، مش بس كده، تكافئ كمان واو بي. ما هو دول البنات دول بيساووا بعض، اتنصف واتنصف، يبقى الاربع انصاص دول بيساووا بعض. في ايه تاني يا استاذ؟ قال لي في ه د، ه د تكافئ مين؟ احنا اتفقنا ان الشكل ده متوازي اضلاع، قال لي هتكافئ ه د تكافئ ب. يبقى كده جبنا جميع القطع الموجهه التي يمكن ان يعينها الشكل ومتكافئه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل ا ب ج د مثلث، ا ب ج مثلث في س وص وعين، او س ص عين من منتصفات ا ب و ب ج و ا ج، اي العبارات التاليه صحيحه؟ طبعا ما تنساش انت بقى هنا س منتصف وعين منتصف وص منتصف. خدت انت النظريه في اعدادي، بتقول لك القطع المستقيمه المرسومه بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الثالث وتساوي نصف، يعني س ص دي هتوازي ب ج وتساوي نص، يعني س ص هتساوي ب ص هتساوي ص ج. حلو، ادي حاجه عرفتها قبل ما اشتغل. وكمان س ص دي دي س عين اسف بتساوي ب ص وص ج، س ص هتساوي برضه س ص هتوازي أ ج وتساوي نص، يعني هتساوي أ عين و عين ج ص. لاحظ هو حاجه، هو بيقول لي أ ب بيساوي أ ج، يعني المنتصف ده هو نفسه اللي هناك ده وده، يعني دول نفس العلاقه. يعني تقدر تقول دلوقتي ان س ص بتساوي ا ع بتساوي ع ج بتساوي ا س بتساوي ب س. اوكي، خد بقى ده كمان ص ع نص مين؟
قال نص ألف ب يعني تاخد نفس العلامة في الإكس دي. أنا كده تقريبا قبل ما أشتغل عملت الحاجات اللي بيساووا بعض، يعني ب ص وص ج وس ع بيساووا بعض، وعندي س ص ص ع أ ع ع ج. أنا بتكلم على قطع دلوقتي مش مواجهة، بيساووا بعض. تعال بقى نشوف هو عايز إيه. أنا بس كده الأول قرأت كده الشكل واشتغلت عليه قبل ما تخش التمرين. تعال نشوف بقى هو عايز إيه. هو بيقول لي أنا عايز معيار العلامة دي، معيار زي ما اتفقنا، معيار س ص. هل بيساوي معيار ع ص؟ ده أنا عاملها، شفت إن هي زي أيوه يا أستاذ صح مظبوط. طب القطعة المواجهة س ص تكافئ ع ص؟ إحنا لسه قايلين قطعة مكافأة مواجهة س ص تكافئ ع ص؟ لا هي تساويها في الطول، بس اتفقنا قلنا عشان تكافئها لازم يكون نفس الاتجاه ده. لا ده تشوف الاتجاه ده فين وده الاتجاه فين. طبعا ما بيكافئوش بعض يا استاذ القطعتين، انما بيساووا بعض في الطول. طب القطعه ب ص ب ص ايه؟ هل تكافئ ع س؟ فين ع س؟ ادي ع س. اه طبعا يا استاذ شوف دي ب ص اهي وده ع س اهي يا استاذ. لا 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 شوف بيوازوا بعض، بس يا خساره. بقول لي هنا ع س وانا بقول لي ب ص. مختلفين الاتجاه، بيساووا بعض في الطول ولكن مختلفين في الاتجاه. يبقى يا استاذ غلط. اكتب القطع مستقيمه موجهه ده ثانيا في سؤال. ان وجدت، ان وجدت ولا تكافئ كل من ب س. بيقول لي انا عايز اجيب القطع الموجهه اللي بتكافئ ب ايه؟ س. تعال نشوف كده فين ب س. نشيل بس الاشكال اللي عليها دي عشان نقدر نتكلم. ب س يا شباب ايه؟ ب س ب س تكافئ مين؟ ادي ب س. تعال دور على حاجه بتوازيها. قال لي يا استاذ اتفقنا، يبقى اذا ب س دي تكافئ مين؟ قال لي عين، سوري صاد عين ب س ص. طب ألف عين، ألف عين اهي اهي كده بتوازي مين وتساوي قال لي س ص. هنا س ص. طب س عين، س عين هذا الاتجاه تكافئ مين؟ قال لي تكافئ ب ص وتكافئ ايضا ص ج. يعني انت ممكن تقول له حاجتين، تكافئ ب ص وتكافئ ص ج ايضا. ايوه يا استاذ بقى بتساويهم بتوازيهم. طب ج ص ما هي لسه قايلينها، بس ج ص بقى اللي بيصاد ج ص كده يبقى تكافئ مين؟ اقول له تكافئ عين س. بدل بدل الاتجاه ج ص بقى كده يبقى عين س يا استاذ كده تمام. س ص ادي س ص تكافئ مين؟ قال لي تكافئ ألف عين وعين ج. أيوه أستاذ يبقى تكافئ ألف عين وأيضا كمان عين ج. طب عين ص، عين ص، عين ص تكافئ مين؟ أقول له تكافئ ألف س، ألف س و س ب. نقول تاني كده ادي ب س يبقى ب س مع ص ع وألف ع تكافئ س ص وس ع تكافئ ب ص وص ج وج ص تكافئ ع س وس ص تكافئ ألف ع وعين ج وبعدين في الاخر عين ص، عين ص كده تكافئ ا س س ب.
شوف السؤال التالي. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات. المقطع: أي مما يأتي يعتبر كمية متجهة؟ احنا قلنا الزمن القياسي، درجة الحرارة القياسية، الإزاحة المتجهة، الكتلة طبعا القياسية. ألف بيجي ده المربع تقاطع قطراه في مين؟ فإن أزواج القطع المستقيمة الموجهة الآتية مكافئة أو متكافئة. ارسم عشان ما تغلطش. أدي المربع، واستحضر كده خاص المربع، والقطرين بتاع أستاذ قال لي هم متقاطعين في مين؟ معذرة على الرسم يعني. طيب سميه بقى ألف ب جيم دال. خلي بالك الترتيب مهم جدا شباب وانت بترسم، اوعى ترسم لي ألف ب جيم دال كده، لا لازم الترتيب يا كده يا كده. المهم تبتدي من نقطة تمشي في أي اتجاه، عقارب الساعة أو ضد. ألف ب ودال جيم، ألف ب دال جيم. بقول لك كده اكتب أزواج القطع الموجهة الآتية متكافئة ما عدا. دول متكافئين. طيب خلاص سيبك منها. ألف ميم، ميم جيم برضه متكافئين، ما دول بيساووا بعض وفي نفس الاتجاه. لا سيبك منها. ب جيم وألف دال. أدي ب جيم وأدي ألف دال برضه متكافئتين، يبقى أكيد الإجابة الأخيرة هي اللي غلط، هي اللي مش متكافئة، اللي هي ألف دال ومين دال. طبعا شوف الاثنين عاملين ازاي، طبعا غلط يا استاذ هادي. اذا كان ا ب ج د سداسي منتظم، لسه واخدينه من شويه، مركزه زين، اي القطع التاليه غير متكافئه؟ انت ممكن ترجع للمثال اللي هناك السابق وتشوفها انت وتحلها. سياره قطعت 20 متر في اتجاه الشمال ثم قطعت نفس المسافه في اتجاه الغرب، لازم ترسم. هنا لما يجي سؤال زي ده لازم ارسم. بقول لي يبقى لما يقول لي شرق وغرب وشمال لازم اعمل المحاور بتاعتي كده. طبعا ده شرق، شمال، غرب، جنوب. شوف بقى بيقول يا شباب. بيقول لي مشيت الاول السياره 20 شمال هنا مثلا، مش كده دي 20، ثم قطعت المسافه في اتجاه الغرب، اضرب كده شباب نفس المسافه يعني مش كده 20 كمان. تمام، ازاحه السياره اهي، مين في دول؟ فين الازاحه؟ طبعا اتحركت من هنا باعتبار نقطه الاصل ووصلت لحد هنا، دي النقطه دي، يبقى دي الازاحه يا استاذ، هي دي المسافه الكليه دي 40، انما دي الازاحه من هنا الى هنا. كام دي يا استاذ؟ طبعا 20 20 طبعا، ده خلي بالك قال لك في اتجاه الغرب يعني بيوازي، يعني ده كده قائم، المثلث ده قائم، ان في ثغرس 20 20 تبقى دي يا استاذ 20 جذر 2 اولا. اوه دي كده 20 جذر 2 و20 جذر 2 و40 و40، طبعا 40 و40 دي مرفوضه خلاص انتهينا، وعايز ازاحه يبقى غلط، لان هنا كده بيقول لك عايز ازاحه مش مسافه، المسافه 40 انما الازاحه لا، يبقى واحده من دول. تعال نشوف بقى الاتجاه، يعني مين الاتجاه؟ من الازاحه عايز مقدار واتجاه. وايه الاتجاه ده يا استاذ؟ قال لي الاتجاه ده اسمه ها؟ طبعا طالما دي يا شباب 45 والضلع ده بيساوي، سوري دي قائمه ودي ده بيساوي ده، يبقى الزاويه دي 45 والزاويه دي 45. ما يكون الاتجاه في نص ما بين الشمال والشرق كده، يبقى اسمه الشمال الغربي، سوري والشمال، الشمال الغربي. اعرف الاثنين، بنقول له الشمال الغربي، كلمه الشمال الغربي ال يبقى عامل زاويه 45 يبقى في النص بالظبط. طب لو كده ب 45 يبقى اقول له الشمال الشرقي، لو كده ب 45 اقول له الجنوب الشرقي، وهكذا. يبقى اذا اقول له الاجابه بتاعتنا هتطلع جيم